بالمستوى الهزيل اللي ظهر بيه الوداد في المباراه في مباراتي سيمبا الذهاب والاياب، حتى رغم صعوده بصراحه لو كان بهذا المستوى سيخسر ذهابا ايابا، لان فريق صن داونز بيلعب كوره سهله ممتعه جميله جدا. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو غادي نشوفوا شنو قال الاعلام العربي حول الخساره ديال الرجاء البيضاوي امام الاهلي المصري اللي ما بغاش تسرط لنا صراحه، وكيفاش غادي يتكلموا على الرجاء بانه اصبح ضعيف رغم التغييرات اللي دارها مؤخرا. وغادي نشوفوا واحد صحفي مصري غادي يتكلم على مباراه الوداد وفريق صن داونز. حنا كاملين كناكدوا بان راه فريق صن داونز فريق قوي، في السنوات الاخيره سيوله ماليه كبيره، اداره قويه، بنيه تحتيه قويه، لا يختلف اثنان على ان فريق صن داونز فريق متكامل وعنده لاعبين اللي كيسواو الكثير والكثير. لكن باش بخص المجهود اللي كيدير فريق الوداد البيضاوي اللي باقل مجهود هو في نصف النهائي، واللي اصبحت عنده واحد التجربه كبيره في دوري ابطال افريقيا، وشفنا كيفاش الموسم الماضي حجم فريق الاهلي المصري، وما نساوش انه عقده ديال صن داونز طيله هذه السنوات الاخيره، وجاني بحال نقص من حامل لقب فريق الوداد البيضاوي اللي كنتمنوا له كل الخير في مباراه نصف نهائي امام صن داونز. فنسمعوا شنو قال الاعلام العربي. كيف العاده ما تنساوش لايك، خلونا الراي ديالكم في التعليقات. ناس مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. اولا، هل نستطيع القول بدايه بشكل عام او برايك ما شهدناه من نتائج كان متوقعا، يعني ليس هناك مفاجآت، صحيح؟ اهلا بك. اولا بالتاكيد النتائج المباريات الاربعه كمان مش حتى ماتشات النهارده، الاربع مباريات بما فيهم حتى مباراه الوداد وسيمبا بالامس كلها تقريبا بلا مفاجات. كان ممكن تحصل المفاجاه الا قليلا في مباراه شباب القبائل والترجي، فيما لو شباب القبائل كان قدر يخطف جون في الدقائق الاخيره كان ساعتها هيطيح بالترجي، لكن في النهايه النتائج كلها كانت تقريبا منطقيه. فوز الاهلي في مباراه الذهاب بهدفين صفرين ساعده كتير في انه يتاهل النهارده، فوز الترجي في مباراه الذهاب برضه خارج الارض ساعده كتير انه يفوز النهارده او يتعادل فيتاهل. صن داونز كان حسم الامور اصلا من مباراه الذهاب برباعيه خارج الارض، حتى مباراه الوداد وسيمبا وان كان سيمبا تفوق في مباراه الدور الاول بهدف نظيف وكان يعني كان ليه الغلبه، لكن بالامس الوداد قدر يرد الهدف ويفوز بضربات الترجيح. هي دي كانت المباراه الى حد ما كانت متوازنه، لكن باقي النتائج بكل امانه كلها بدون اي مفاجات. يبقى صن داونز مرعب، الفريق المرعب في هذا الموسم في افريقيا هو وحده ضد فرق الشمال الافريقي، فعلا يتصدر هذا اللقب. قيل سيد محسن عن مواجهة الأهلي ورجاء المنتهية بالتعادل السلبي، ولكن مع حجز وصيف النسخة الأخيرة بطاقة التأهل، والوصيف يعني تدارك بخبرته إن صح القول، وامتص حماس لاعبي الرجاء بخبرتهم. هل تتفق مع هذا الرأي؟ بالتاكيد النهارده النادي الاهلي طبعا مش جديد عليه خالص موضوع الزخم الجماهيري، الحضور الجماهيري الكبير تحديدا كمان في ملعب مركب محمد الخامس. السنه اللي فاتت قبل الوداد وقبل الرجاء وقبلها بيقابل على طول الوداد والرجاء، يعني بيلعب على طول في الاجواء المغربيه، فده مش جديد عليه. النادي الاهلي النهارده فوزه او تاهله حسموا عده امور. اولا النتيجه الثنائيه النظيفه او فرق الهدفين بدون ما يستقبل هدف طبعا في مباراه الذهاب ده ليه دور كبير. النهارده نقدر نقول مارسيل كولر مدير فني النادي الاهلي لعب المباراه على مراحل، يعني بدا المباراه يعني هادي نسبيا لامتصاص طبعا حماسه اللاعب الرجاء اللي ما عندهمش اي حاجه غير ان هم يسجلوا هدف والتاني وربما الثالث، او كان على الاقل الحد الادنى بتاعهم هدفين للذهاب الى ضربات الترجيح. لكن طبعا اصطدموا بعملاق القاره الافريقيه هو النادي الاهلي اللي هو يملك من الخبرات اللي يقدر يسير المباراه زي ما هو عايز. كلنا شفنا الشوط الاولاني وان ملت الكفه طبعا للرجاء، لكن النادي الاهلي قدر ينجح ان هو يخرج فيها بشباك نظيفه، وحتى طبعا لما اخفق لاعب الرجاء في اهدار ضربه الجزاء اللي كانت في الدقيقه الاخيره دي كانت هتفرق كتير جدا مع الرجاء، لكن طبعا اهدارها ساعد النادي الاهلي بشكل كبير انه ينزل الشوط الثاني مع ال 45 دقيقه الاخيره. الشوط الثاني يعني كانت كل دقيقه بتعدي فيها كانت بتنال من عزيمه وحماسه لاعبي نادي الرجاء، وفي المقابل طبعا بترفع معنويات النادي الاهلي. عشان كده كانت تغييرات كولر المعتاده في الشوط الثاني اللي هي لتنشيط الفريق ان هو بيهدد مرمى انس الزنيتي اللي هو لاعب حارس مرمى الرجاء. عشان كده اقدر اقول ان مارسيل كولر يعني نجح
بامتياز في ان هو ياخد المباراه على مراحل ويصل بفريقه لبر الامان. لم يكن التسجيل الاهداف في ضمن اولوياته، لكن الاولويه الاهم هو الحفاظ على شباكه نظيفه، وده اللي وصل المباراه الى نتيجه التعادل 0-0 اللي هي طبعا اهلت الاهلي عن جداره واستحقاق للدور النصف النهائي. بالنسبة للرجاء، تصريحات المدرب قبل المواجهة بالتحديد كانت إيجابية، كانت تصريحات يملأها التفاؤل جدا، ولكن ما حصل وما شهدناها عكس ذلك، والأجواء كانت مشحونة بشكل واضح، لم يستفيدوا حتى من عامل الأرض والجمهور. هنا على من تقع المسؤولية برأيك؟ لا بصراحة الله يكون في عون جمهور الرجاء، لأن طبعا الرجاء نادي كبير، لكن تصريحات المدير الفني منذر الكبير حتى وإن كانت إيجابية لكنها لم تكن منطقية. يعني هو لما الجماهير أو الصحافة المغربية سألته هل تقدر عشان تتخطى النادي الأهلي لازم تسجل 3 أهداف نظيفة، فقال الأهلي تلقت شباكه 3 أهداف نظيفة في شهر مارس لما خسر من نادي المصري البورسعيدي، لكن للأسف هو لم يكن يدري أن المباراة دي أصلا لم تقام في كأس الرابطة، والنادي الأهلي أصلا اعتذر عن المشاركة فيها واعتبر خاسرا بثلاثية نظيفة حسب القواعد، لكن المباراة اللي بتلعب هو للأسف يعني ده خطأ كان كبير جدا منه. بالإضافة أن طبعا بعض المناوشات الأخيرة، يعني هو دخل في خلاف مع اللاعب محمد النهيري أحد أعمدة فريق الرجاء، وبالتالي استبعد من المباراة. طبعا قرار صحيح أنه يستبعد، لكن في النهاية كان في خلافات داخل البيت الرجاوي، دي أثرت بشكل كبير جدا مع تذبذب أو توتر اللعيبة اللي هم كانوا لحد وقت قريب كانوا بينافسوا على بطولة الدوري المغربي، لكن تراجعوا بشكل كبير جدا للمركز الخامس، وتركوا المنافسة ما بين الجيش الملكي والوداد اللي هو الغريم التقليدي، وكانت والفرق تقريبا يصل تقريبا ل 15 نقطه، فاذا ضاعت فرص الرجاء تماما في المنافسه على الدوري المغربي. النهارده بيخرج كمان من دوري ابطال افريقيا، ما قدامش غير كاس العرش اللي هو طبعا عنده مباريات يمكن مش عايز اقول ضعيفه لكن اقل قوه نوعا ما، قدام الجديده وقدام اغادير اعتقد كان هو كسب اغادير، فاعتقد المباريات دي يعني بتخلي موقف الجهاز الفني وتحديدا منذر الكبير بصراحه سيء جدا، ان هو ممكن يكون وجوده على المحك، وقد نسمع خلال ساعات وربما خلال الأيام قليلة جدا عن رحيله عن البيت الرجاوي الذي يتخبط جدا 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 في الفترة الأخيرة، والنهاردة يمكن النادي الأهلي أطلق رصاصة الرحمة على مزر الكبير وعلى على على أحوال النادي الرجاء. المواجهة الثانية سيد محسن تتمة لما تحدثنا عنه عن ماميلودي سانداونز بالتحديد وشباب البوزداد، هل تؤكد من جديد بالفعل قوة وتفوق ماميلودي سانداونز الجنوب أفريقي إفريقيا؟ بالضبط، فريق سان داونز هو اقوى فريق في قاره افريقيا هذا الموسم بكل امانه، ويكفي ان قلت حضرتك ان هو يلعب وحده ضد فرق الشمال، يعني كان معاه في البطوله في دور المجموعات النادي الاهلي، وقدر يهزم النادي الاهلي بخماسيه مدويه وتعادل مع الاهلي في استاد القاهره، في دور ال 16 او دور ربع النهائي عفوا قدر يهزم فريق شباب بلوزداد، وشباب بلوزداد هو متصدر الدوري الجزائري ذهابا ايابا، بل وذهابا كانت نتيجه رباعيه، نتيجة مدية 4-1، وخرج بعدها رولاني مكيلا اللي هو المدير الفني بيعتذر عن اهدار الفرص. النهارده كان فوزه طبيعي جدا، كمان هيصعد اهو صعد هيقابل الوداد، يعني برضو احد فريق شمال افريقيا، احد فرق شمال افريقيا، وان فاز وان تخطى الوداد سيواجه اما الترجي او الاهلي، هو سان داونز لوحده ضد فرق شمال افريقيا وما زال حتى هذه اللحظه يتفوق، فهنكون عنوان يعني هيكون العنوان العريض ان هو مين يقدر على سان داونز، يعني مين يهزم سان داونز. يا جماعه سان داونز حتى هذه اللحظه انا شايفه بلا منافس، الله اعلم ايه اللي هيحصل، ربما طبعا ونتمنى الوداد يعمل مفاجاه ويخرج، هتبقى مفاجاه بالفعل ان فريق متكامل سان داونز، وان ما حصلش يبقى يا الاهلي يا الترجي يقدر عليه، ان هو بصراحه فريق متكامل وبكل امانه يستحق يكون اقوى فريق في افريقيا في الوقت الحالي. صحيح. بالحديث عن مواجهة الترجي التونسي وشبيبة القبائل، سأذهب لهذه المواجهة، للأسف يعني نضطر التعليق بداية عن أحداث الشغب القائمة بين الجماهير والتي أدت لتأخير انطلاق الشوط الثاني كما شهدنا، وهذه ليست بالمرة الأولى من قبل جماهير الترجي ما يحدث، هل ممكن أن تتسبب هذه الحادثة بحرمان ربما الفريق من الحضور الجماهيري في المدرجات في المواجهات المقبلة، أم ما تبعات ما جرى برأيك؟
اكيد اكيد يعني اكيد ده هياثر على نادي الترجي بشكل سلبي جدا، ان هو هيكون منزوع من جماهيره القويه والغفيره اللي بيعتمد عليها في ملعب حماد العقربي برادس بالعاصمه تونس، وفين في مباراتي في مباراتي نصف في مباراه نصف النهائي على الاقل، يعني لسه ما صعدش نهائي او صعد او ما صعدش، لكن في مباراه نصف النهائي يكون ضد الاهلي يعني اكيد هيكون في عقوبات، لان هذه ليست المره الاولى. يعني يمكن السنين اللي فاتت برضه حملت نفس احداث الشغب، يمكن من سنتين برضه كان واجه النادي الاهلي في نصف النهائي وتاخرت المباراه تقريبا ساعه كامله بسبب شغب الجماهير، وشغب الجماهير مستمر والكل تناقلوا طبعا، كانت الاجواء سيئه جدا. اعتقد ان من سيدفع الثمن هو نادي الترجي اللي هيلاقي نفسه بيلعب قدام فريق بحجم النادي الاهلي بدون جماهير، وطبعا النادي الاهلي هيرحب بكده جدا، مش هيرحب قصدي هيكون في صالحه بشكل كبير، وان كان النادي الاهلي يعني حته الجمهور ما بتفرقش معاه كتير، لكن في النهايه هيكون على الاقل فريق الرجاء منزوع من اهم اسلحته على ارضه اللي هو الجمهور، وده طبعا للاسف الشديد يعني خطأ كبير من جماهير الترجي. انا ما اعرفش ليه عملوا كده، وفي التوقيت ده تحديدا المباراه لم تكن تستدعي ذلك، انت فزت بره في الجزائر 1-0 على شباب القبائل، وعلى ارضك النتيجه كانت 0-0 وقتها، وما بس في الشوط الثاني لما اتاخروا حصلت المنشات، ما كانش في مساله فريقك ما كانش متاخر مثلا عشان تعمل كده. اكيد طبعا في خلافات ما بين الجماهير المكشخين زي ما بيقولوا في تونس وضد العناصر الامن، لكن اكيد هناك امور غير واضحه، من سيدفع الثمن هو النادي الترجي، ستكشف لاحقا بكل تأكيد. الآن مواجهات حسمت ونحن مقبلون على نصف النهائي، توقعاتك بالنسبة لنصف النهائي ولهذه الفرق سيد محسن؟ طبعا مواجهتين ناريتين بكل امانه، اربع مباريات ذهاب واياب، طبعا مباراه سان داونز والوداد مباراه طبعا من العيار الثقيل جدا ما بين الحامل اللقب اللي هو الوداد والفريق القوي، وبين طبعا سان داونز بسرعه الصاروخ هو الافضل، يمكن حتى كان جماهير سان داونز النهارده في مباراه بالوداد كانوا بيرفعوا لافته كاتبين عليها الوداد يو ار ذا نيكست، يعني انت الثاني، فدي يعني كانت دعابه طبعا، لكن هو فعلا يقصد ذلك. والمباراه الاولى كمان هتكون في المغرب، اعتقد مباراه صعبه جدا بالمستوى الهزيل اللي ظهر بيه الوداد في مباراتي سيمبا الذهاب والاياب، حتى رغم صعوده بصراحه لو كان بهذا المستوى سيخسر ذهابا ايابا، لان فريق سان داونز بيلعب كوره سهله ممتعه جميله جدا بدون اي عنف بدون تعصب، بيلعب كره سهل ممتنع زي ما بيقولوا عن النهارده، هو فاز 2-1 وكان يقدر يسجل اكتر من كده، بس طبعا نتيجه الذهاب كانت مسهله له. اعتقد فرص بكل امانه فرص سان داونز اعلى بكتير من للأسف فرص الوداد. المباراه الاخرى طبعا الاهلي والترجي، طبعا دهمنا الوقت للأسف، نتمنى التوفيق للفرق بنصف النهائي. شكرا لتواجدك معنا محسن لملوم من القاهرة، شكرا جزيلا لك. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خلوا لي الرأي ديالكم في التعليقات، ما تخلوش عليا بالرأي ديالكم، الناس مازال ما مشتركينش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، وكيف العادة نشوفوا في فيديو جديد تيما مغرب.